لو الحكاية فيها إن فيتو مواليد الدلو النهاردة عندهم الحظ رائع، القمر في منزل الحظ بيديهم يعني حظ على جميع الأصعدة، حظ في العمل، حظ في الفلوس، يقدروا يحققوا تطور في عملهم جدا، عندهم رغبة في المعرفة وحب للمعرفة، وحظ في السفر ويقدروا يخططوا لسفر جدا يكونوا موفقين فيه النهارده.